تأخر كبير تشهده مشاريع قطاع السكن في مدينة معسكر بسبب تماطل بعض المقاولين في إنهاء برامجهم، أمر جعل المواطنين يطالبون السلطات بتدخل. زيد نستنى 10 زيد نستنى 10 حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. ما راش باغي يخدم، ما راش باغي يخدم، إني با سيريو، ما هو سيريو. انا بعد راني كاريه ب 20 دينار، ما عنديش فاش نخلص. صاي السكن ينظر في هذه القضيه نتاع مسيو خطاط صابر اللي عنده عده مشاريع على مستوى الوطني، من بينهم مشروع 80 سكن ولايه معسكر. السلطات المحليه سارعت الى التكثيف من الخارجات الميدانيه واتخاذ قرارات تهديدية ضد المتقاعسين. شهدت بعض المشاريع، بخصوص بعض المشاريع الترقوية بعد التأخر، ورانا واقفين على هذه المشاريع مع باش ان شاء الله يتم ان شاء الله الاستلام تاعها والمواطنين في اقرب الاجل الممكن ان شاء الله باذن الله. حتى نطمئن الوطن، لانه يعني مجال السكن نعطيه له قسط كبير، وخاصة ان المواطن اليوم يعيش ظروف صعبة صعبة، ولذلك ان شاء الله سنكون في الموعد اننا يعني نوقف على يعني 10,000 سكن اللي توعدنا بها المواطن خلال سنة 2016. المواطن لابد أن يتحلى بصبر، يتحلى بصبر، يصبر علينا شوية. احنا اليوم فيه زيارات ميدانية بدون يعني بدون تراخي. والأكيد أن حصة 10,000 سكن التي أعلنت عنها السلطات العمومية ستقضي على جزء كبير من طلبات المودعة لدى مصالح دائرة معسكر إن أسرع المقاولون في تسليمها.